دايما بسمع الكلمة دي في كل إيفنت ليه علاقة بالأنتربرينورشيب، Mindset of an Entrepreneur. في الحقيقة موضوع المايندسيت ده ما يتشرحش في قاعدة، بس هنعتبره باختصار كده. إيه طرق التفكير والصفات اللي لازم تكون حاضرة دايما في دماغ الأنتربرينور عشان يكون قادر يتعامل مع متغيرات عالم ريادة الأعمال؟ إنك تكتشف مشكلة مرة، تقود فريقك شهر، تطلع بحل مبتكر في وقت معين، حاجات حلوة بس مش كفاية. يعني صدق اللي قال الكلام ببلاش. على قد ما كل الناس بتتكلم عن القيادة وصفات ومايندسيت مفروض تكون موجودة في الانتربرنور، على قد ما ناس قليلة فعلا اللي بتعرف تقود فريقها ويبقى عندها الاتيتيود المطلوب. المايندسيت هنا بتشمل التعامل مع كل الستيك هولدرز بتوع الستارتاب، ودول اي طرف داخلي او خارجي ليه علاقة بالستارتاب، زي مثلا الموظفين، المستثمرين، الزباين، وفي بعض الاحيان هيئات حكومية. يعني مايندسيت الانتربرينور هي قدرته على التعامل مع 1 فشل منتج او خدمة، 2 تحفيز الاخرين في فترة الضغوطات فيها كبيرة، 3 توصيل اتجاه ورؤية جديدة للفريق بعد ما كان شغال على ناحية معينة، ومساعدتهم على تقبل البيفوتينج او تغيير البيزنس موديل اللي ممكن يحصل مع الوقت لاي ستارت اب علشان تستمر، 4 المستثمرين اللي حاطين ضغط غير طبيعي على الستارت اب، 5 الكاستمرز اللي عندهم طلبات وتحديات ممكن تبقى مبالغ فيها. وكنت بتناقش في الموضوع ده مع عمر حريز، الكوفاوندر بتاع Excuse My Content، ودي ستارت اب في مجال الادفيرتايزنج والكونتنت كرييشن. واكد عمر على كذا حاجه هو بيشوفها لو موجوده في رائد الاعمال هيكون عنده المايند سيت المناسبه. اولا ان الليدرشيب كصفه في الانتربرينور مهمه بشكل كبير، لانها بتخلي اللي شغالين في كيان ناشئ زي الستارت اب يصدقوا انهم ممكن يكبروا. لا مش ممكن، ده مؤكد هيكبروا. وده من التحديات الصعبة جدا على أي رائد أعمال، لأن كتير الفرق بتاعتهم ممكن تكون محبوسة في نطاق المرحلة اللي هم فيها دلوقتي ومش شايفة إن في خروج منها. وتاني حاجة قالها لي عمر هي إنك تبقى مش شايف المشاكل، لأنها في الحقيقة فرصة، ودي بتبقى اسمها إنك opportunity seeker، أو واحد بيدور على الفرص المتاحة قدامه وتقدر تطلع بيها بفكرة تعمل منها revenue stream أو مصدر دخل جديد. فجأة جاء على بالي أسأل عمر حريز على الطرق اللي بيعملها إنه يحل أي مشكلة بتواجه Excuse My Content. قال لي إنه على طول كان بيرفض جداً حل المشكلة لوحده، لأنه شايف إن أهم حاجة في أي أنتربرينور إنه يبقى بيفكر مع التيم مش مكانهم، عشان من وجهة نظره هو ده اللي بيخلي الناس في Excuse My Content يبقوا connected، ودايماً بيساعدوا في حل أي مشكلة بسهولة وبيخليهم دايماً motivated. هو بيشوف إن لازم mindset problem solving تكون في الفريق كله، ثقافة مش بس مايندسيت لرائد الأعمال لوحده، لأن في أي مشروع بتظهر مشاكل ممكن تهدد بوقف الفكرة أو تعطيل الشغل، زي قلة الريسورسز أو مشكلة في البروسيس بتاع البيزنس نفسه. وهنا بقى الانتربرينور بالمايندسيت الصح بيكون عنده فن حل المشكلة، بأنه يقسم المشكلة إلى أجزاء منفصلة، يعرف يفكر في حل لكل جزء من المشكلة، ويقدر يعرف يستعين بمين اللي يحل كل جزء. قبل ما امشي قال لي عمر ان الكونستنت ليرنينج بروسيس، او الاستمرار في انك تتعلم حاجه جديده على طول وتكون متحمس لكده علشان البيرسونال ديفلوبمنت او التطوير الذاتي، هي من الحاجات المهمه جدا اللي بتدعم الانتربرينور في مشواره وهو بيبني الستارت اب بتاعته، وبتخلي المايند سيت بتاعته في جروث او تطور دائم. وده بيجي عن طريق قرايه كتب عن انتربرينورز معروفين ويتعلم من خبرتهم، ويحتك بانتربرينورز تانيين انه يروح ايفنتس وسيمينارز ويفضل يريسيرش لنيو ترندز اول باول. ولما سالت عمر حريز عن ازاي هو شايف الليرنينج كصفه، قال لي ان دي اللي بتفرق ما بين الانتربرينور والبيزنس مان، انه دايما بيتعلم ويدور على كل جديد يحسن بيه نفسه والستارت اب بتاعته. مش هنسى اخر جمله قالها لي، مايند سيت از ايفريثينج،